على طريقة كيفية تفعيل رفع التنشيط على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ميزات المتقدمة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإطار، سوف نقوم بالضغط هنا على الحركات المائيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على رفع التنشيط. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل رفع التنشيط، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.